متأكدة بأن الوصفة ديال اليوم غتلقى واحد الإقبال عجيب عند المشاهدات، خصوصا في هذا الموسم، هذا الموسم اللي تيتسقط فيه الشعر بزاف. يا سميره صباح الخير عليك، صباح الخير على جميع مشاهدات صباحيه دوزام. تحت طلب وخصوصا على الباج فيسبوك ديالنا تندخل تلقاو كثير ديال الطلب على تساقط الشعر، خاصه السيدات يعرفوا بان تساقط الشعر هو مشكل العصر، يعني ماشي شي حاجه اللي هي كانت من زمان، ولكن كنشوفوا بان طيله السنه السيدات عندهم مشكل ديال تساقط الشعر. تساقط الشعر خاصو يكون، حنا غنعطيوهم وصفه لان انا بحثت وحاولت يعني ندير مجهودات كبيره ان ندير اون كومبينيزون، يعني ندير الافضل من كل عشبه ومن كل يعني بلانت ناتوريل، من كل عشبه طبيعيه المنافع ديالها، ونمزجهم ويعطوني وصفه اللي هي يمكن لها تدخل في الوقايه، لان حنا هاد الوصفات راه ماشي تيعالجوا المشكل 100%، لان بعض الاحيان كيكون مشكل ديال الهرمونات ايما ديزيكيليبر هرمونال، اما السيده عندها ستريس بزاف، اما ما تاكلش مزيان، يعني نقص في التغذيه كيف ما ذكر قبل الاستاذ نبيل العياشي بان لي زونتي اوكسيدون عندهم دور كبير حتى هما في تساقط ديال الشعر. دونك خاصنا يكون واحد التوازن غذائي، نستشروا لعندنا تساقط نستشروا مع اطباء مختصين في يعني في الشعر وفي البشره، يعني لي ديرماتولوج، نستشروا مع الناس اللي اختصاصين في التغذيه اولا، هادو هما المهم، عاد هذا الشيء تيكمل وتيساعد. دونك الوغ التركيبه اليوم درناها تركيبه ذكيه اللي غادي يمكن لنا ذكيه وبلديه أصلة، ومن الأعشاب اللي كلها عندنا موجودة في المغرب وعند العطار بأثمنة يعني جد مناسبة. ألوغ يمكن السيدات إما يشريهم هكذاك مطحونين، إما ناخذوا العشبة ونقيوها فوالا ونطحنوها على يديهم كيف ما درت، لأن هذه الوصفة اللي غنبغيها الثلاث شهور ديال الخريف نديروها للشعر ديالنا كلنا إن شاء الله، اللي غادي نبغيو نديروها للشعر ديالنا. دونك كتنقي يعني أي حاجة شريتها تنقيها باش تحيد منها الحجر ولا التراب ولا شي حاجة، وتنقى باش كتعطيك حاجة زوينة نقيقية. ألوغ أول حاجة أنا شفتي خليت الوريقات لأن ما تقدرش تعقل عليهم كاملين، غنبداو غير بشويه علينا باش السيدات ياخذوا ورقه وستيلو ويتبعوا ويتبعوا معنا، ولا نساو شي حاجه يعاودوا يدخلوا اليوتيوب راه كيكونوا لي فيديو كاملين. دونك غنبداو بزريعه الكتان. زريعه الكتان اللي هذه 5 سنين صباحيه تنهضروا على المنافع ديالها. دونك معلقه صغيره من زريعه الكتان، هنا غنديروا الحجم ديال القريعه ديال الزاج، الحجم ديالها ديال واحد 100 مليلتر، 100 مليلتر اللي غادي دير لنا القرعه ديالي، هذه ماشي ديال القرعه ديالك سميره، هذه الاولى. لا الحمد لله كلنا محتاجين اللي طلع هذا الشعر هذا. لا لا شوف اهم حاجه الصحه ديال الانسان، شحال تنبقاو لهتو في راسنا، الصحه ما عندها ثمن، الشعر ماشي مشكل. شوف تنبرز على راسي يلا غير زاد زريعه الكتان معلقه، من بعد غنديروا معلقه صغيره ديال الحبه السوداء، تنعرفوا المنافع ديال الحبه السوداء كثيره بزاف، ناخذوا المعلقه ديال الزعتر، الزعتر او الزعتره اللي لقاو السيدات. هنا قبيله تنهضروا على الرمان والعصير ديال الرمان والمنافع ديالو، قشور ديال الرمان حتى هما فوالا مطحونين معلقه. الوغ هنا غنمشي مع قياس ديال معلقه يعني تقريبا 2.5 غرام من كل حاجه. حب الرشاد تنعرفوا المنافع ديالو، تنعرفوا المراه ملي تتولد عندنا في المغرب عندنا التقاليد ديال حب الرشاد مع الحليب والبيض، دونك غناخذو حتى هو معلقه صغيره. الازير اللي هو الغومارين حتى هو معلقه صغيره. الدباغ اللي تيعطي واحد اللون رائع سميره، اللون بحال دابا حنا اللي تنصبغوا شعرنا بالوان غامقه تيعطي واحد لابغيونس الالوان اللي غامقه، السيدات اللي واضعين دي ميش شعرهم ولا الوان فاتحه يتفاداوهم ينقزوه ما يديروش. دونك حنا نديرو غير الراس ديال معلقه صغيره ديال الدباغ، حيت هو ملي تيغلق لنا الشعره حتى الشيب الا كان عاد طالع تيتغطى واحد شي شويه، والزغبه تتبان لك ماغون غادا الاسود ولامعه تتشعل وغليظه صحيحه. دونك هنا السلميه حتى هي ما نكتوش من انت هي تتغلق الشعر تغلق اللون ديال الشعر. دايوغ انا نوريك زعما انا هذه الوصفه انا في الصيف ملي كانوا الناس فاكونس انا كنت كنوجد في هذا الشيء في الخلطات وكنشوف وكنجرب للخريف، يعني عندي العائله اللي تيقول لي ملي تصوب شي حاجه بحال شي مره تصوب سلو تتبغي تذوق العائله، وانا خصني نصوب تزوج نذوق العائله صباحيات فوالا. دونك شوف اللون ديال الزيت كيفاش تتغير، هذه غير الزيت البلديه عاديه مع زيت اللوز كيف كانت فوالا، وهذا كيفاش تولي. دونك اللي بغى ما يكونش الزيت ديالها غامق ما يكثرش الدباغ والسلميه. دونك السلميه نديروا راس ديال المعلقه، وراق ديال الزيتون اللي هي شجره مباركه وفيها المنافع ديال زيت الزيتون. دونك غناخذوا هنا معلقه كبيره يعني نعمروها فوالا، وهنا غادي نكبوا عليه واحد زليفه صغيره ديال زيت الزيتون. هنا غيبقى الاختيار للسيدات، كاين بعض السيدات اللي ما تيبغيوش الشعر ديالهم كيكون دهني بزاف
ولا وضعنا عليه يعني الزيت بزاف غترجع الفروه ديال الراس الدهنيه وكنخنقوا. شنو تيوقع لنا؟ تنخنقوا المسام ديال فروه الراس. دونك هذا النوع السيده شنو تنقترح عليهم؟ يكون يصوبوا هذه الخلطه كومون بات كومين بات هكذا، وهي اللي كنقبطوها ما نجريوش بزاف ما نكثروش الزيت، ملي تنقبطوا وتنشقوا بها الفروه ديال الراس وتنديروا شي بوني اون بلاستيك باش الشعر ديالنا تيسخن وداك لي زيكاي المسام ديال البشره تتحلو وحتى لي زيكاي ديال الزغبه تتحلو وتيشربوا لنا المنافع ديال الزيت. ما نخليوش هادشي بزاف، ما نخليوش بزاف، ساعد المكانه دائما، اي حاجه فيها الزيت ساعد المكانه. كيبقى اختياري، بغينا هاد الخلطه نكبوا عليها نعوموها في الزيت، نكبوا عليها واحد ربعه الزيت 250 مللتر ديال الزيت ونخليوها في واحد البلاكه لمده ديال شهر حتى كتبحال تتخمر هاد لي بلونت. هاد كلشي تاكلهم عندهم الزيت تيطلقوا المنافع ديالهم وتتولي عندنا الزيت بهذا اللون. الا تتولي عندنا هذا اللون السيدات اما تنشقوا بها يا يعني اما الشعر راه ما تقولوش نشقق ونزيد راه باش يدخل، راه يمكن السيده تاخذ غير شويه وتديرها في الاطراف، من بعد ربع ساعه كيبان لها راه ولا في فروه الراس، لان الشعر ديالنا بحال اون ايبونج كتعطيه شويه هنا من الزيت تيشرب وتيمشي الاطراف. العشوب الا بغينا يعني يعطيونا منفعه اكثر، وبالنسبه للسيدات اللي بغاو يغطيو يديروا هذا العشوب ويغطيو الشيب، يمكن لا تزيد معاهم الحنه، يمكن تزيد الكركديه، كاع القهوه يعني كاع الاشياء اللي تعتبروا بغات تصبغ شعرها او ميم طون يولي علاج. هنا كنحاربوا التساقط ديال الشعر وبنفس الوقت كنلونه، يعني تنعطيه واحد اللون اثنين في واحد عصريني بحجر. دونك نتمنوا ان السيدات اللي طلبوا منا على الباج فيسبوك ديالنا وصفات هكا لتساقط الشعر، خاصهم انا اهم حاجه عندي سكو يدخلوها مزيان في راسهم ويحفظوا بان تساقط الشعر يكونوا متاكدين بان مشكل هرمونات او لسي جينيتيك. بعض الاحيان كنشوفوا كاين واحد العائلات وراثيا كتلقى شعرهم قليول، سي دو ناتور ما يمكنناش نلعبوا في الجان ديالنا، يعني نتحكموا حنا في التركيبه ديال هذيك العائله او الجان. المهم حنا هادشي كله اللي درناه اليوم غير باش ندخلوا في الوقايه، والوقايه دائما احسن من العلاج. احسنتي، شكرا ليك غزلان مكوار.